Salam alaikum les chers fans de la page Facebook et la chaîne YouTube Une pause gourmande avec Esma. اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفه جديده، وصفه محبوبه عند ابنائي اللي هي وصفه كيكه الجزر ولا كاروت كيك. وصفه رائعه اقتصاديه مفيده لاولادكم، يعني راح تخلوهم ياكلوا الجزر بلا ما يفيقوا، وذوق ولا اروع. نتمنى انكم تتبعوا معايا المقادير لانها وصفه كتير سهله. اولا انا هنا خديت 2 حبات جزر كبار، كنت سكرفشتهم بهذه الطريقة يعني رقاق. راح نحتاج منهم 2 كوب كيما شفتوا اليوم. انا نستعمل هذه الاكواب خلاص، يعني كنت عودت طريقة العمل تاعي، دائما نحب نستعمل هذه الاكواب. هذا عبارة عن كوب بمقدار 250 ملل. اللي ما عندوش هذه الاكواب يقدر يستعمل هذوك يعني الكيسان اللي يعطونا، ولا يستعمل كوب عادي تاع الماء الكبير اللي فيه 250 ملل. اولا نحن نبداو يعني نخلطوا المواد الجافة مع بعض. انا راح ناخد 2 كيسان من الفرينة. كما قلت لكم انا نستعمل هذا الكيسان، هذا عبارة عن كاس كبير بمقدار 250 ملل، واللي هو كاس تاع الماء العادي، يعني ما كان حتى فرق ما بين هذا الكاس والكاس الاخر، لانه في يعني عدة اخواتي تخلطوا لهم هاد يعني هذا الكيسان ولا هاد الكاب. هادو انا يعني يسهلوا عليا العملية، راح تجي العملية اسهل كي نكون نوزن. كما شفتوا درت 2 كيسان تاع الفرينة، راح نضيف لهم 2 معالق صغار يعني مغرفة تاع هايليك، يعني المغرفة العادية اللي وليتها لكم هنا، واللي هما 2 مغارف صغار تاع قهوة من خميرة الحلويات. ونضيف لهم 1/2 ملعقة صغيرة من يعني بيكربونات الصودا. من بعد نضيف لهم 1/2 ملعقة صغيرة من القرفه، وهنا اللي ما يحبش القرفه يقدر ما يضيفهاش، يضيف غير الفانيلا. بصح نفضل اني نضيف القرفه في هاد يعني في هاد لا غوسيت سبيسيالمون، لانها تعطي مذاق رائع. وكيما شفتوا ضفت معاهم رشه تاع الملح. انا هنا خلاص راني خلطت المواد الجافه تاعي كامل مع بعض. من بعد راح نضيف لهم 2 كيسان تاع الجزر اللي يكون مبشور، يعني انا قلت لكم هادو 2 حبيبات كبار سكرفشتهم. من بعد نكيل مقدار 2 كيسان بهذه الطريقه، يعني نديرو في الكاس ما يعني ما نعبزوش بزاف، ناخذ 2 كيسان كيما راكم شفتوا معايا هكذا بهذه الطريقه. عندي 2 كيسان من الجزر المبشور اللي كنت بشرته من الجهه الرقيقه باش من بعد كي نكونوا ناكلو فيه ما نحسوش. ونخلطو بالعقل مع هذوك المواد الجافه حتى يتخلطوا كامل مع بعض، وهذاك الجزر يعني يتحلنا كامل في هذيك الفرينه. من بعد نفوتوا لتحضير المواد الجافه. انا كيما شفتوا هنا عندي كاس من السكر البني ولا لو سكرو، ونصف كاس من السكر. اللي ما عندوش السكر البني يقدر يعوضوه بالسكر العادي، لكن يدير كاس وربع من السكر العادي، يعني ما يكترش بزاف السكر، لانه لو سكرو في اصله ماهوش حلو بزاف كيما السكر العادي. كيما شفتوا درت كاس تاع السكر البني مع نصف كاس تاع السكر العادي. اللي ما عندوش ولا ماشي متوفر عنده السكر البني يدير كاس وربع من السكر، واللي يحبو حلو يقدر يدير يعني كاس ونص تاع السكر العادي. ضفت لهم شويه تاع الفانيلا، وضفت لهم 3 حبات بيض، وضفت لهم 3/4 من الزيت النباتي، يعني 3/4 كيما شفتوا معايا الكاس يكون ناقص ربع، يعني الكاس ماشي معمر، كاس غير ربع كيما نقولوا بالدارجه من الزيت. نخلطوا هاد المواد الجافه كامل مع بعض. وانا يعني نسيت باش نقول لكم قبل ما بديت يعني نعمل الكيك تاعي، درت الفرن تاعي يسخن على درجه 180 درجه، وحكمت 2 مول بمقياس 20 سنتيمتر. دهنتهم وفرشتهم بورقه من لو بابي سلفوريزي ولا من ورق الطبخ. من بعد ما خلطت المواد الجافه كامل مع بعض نضيف عليهم مباشره، عفوا المواد السائله كامل مع بعض نضيف عليهم مباشره المواد الجافه، يعني ولا اسهل. كيك رائع رائع رائع. انا يعني الابن تاعي يفرح نهار يعني ندير له كاروت كيك، لانه صراحه كيك رائع بنين، وكما قلت لكم مفيد لصحه اولادكم، راح ياكلوا الجزر بلا ما يشيقوا. انا هنا خلاص من بعد ما يعني خلطه خفيفه تخلطوا لي المواد تاعي كامل مع بعض. يعني ما ننصحكمش انكم تخلطوا بزاف، لانه دائما نقول لكم في الحلويات بعد ما تضيفوا الفرينه ما تحبش بزاف في الخلط، والا راح يتفاعل الجلوتين ولو غاتو تاعكم ما يجيش خفيف، راح يجيكم ثقيل داخل. انا فرقت يعني الخليط الكيكه تاعي ما بين صينيتين 2 صواني بمقدار 20 سنتيمتر، ونديرهم يطيبوا في الفرن. واللي ماشي متوفر عنده هاد الصينيات معليش يعني عادي يضيف صينيه اللي يحبها، من بعد يقسم الكيك تاعو على 2
كل واحد واش حب، واللي ما عندوش يعني صواني هادو ما ب 20 سنتيمتر يقدر يدير صينيه كبيره تاع 23 سنتيمتر، يعني ديروا نتوما واش حبيتو. من بعد نبدا بتحضير الكريمه. كيما شفتوا خديت 100 غرام من الجبن الطري ولا من لو فروماج ريجيم ولا كيري، يعني 100 غرام ولا فيلادلفيا نتوما واش متوفر عندكم في البيت. ضفت له زوج معالق كبار من سكر غلاس، ضفت له شويه تاع الفانيلا. من بعد نخفقهم كامل مع بعض، يعني هاد المواد نخلطهم كامل مع بعض حتى هذاك لو فروماج تاعي والسكر يتخلطوا كامل مع بعض والسكر يدوب لي في لو فروماج. كيما قلت لكم استعملوا كيري ولا استعملوا فيلادلفيا ولا استعملوا لو فروماج ريجيم ولا استعملوا كريم تشيز، نتوما واش عندكم في البيت. من بعد نضيف له مباشرة ما يعادل 150 مليلتر من الكريمة السائلة ولا من الكريمة الطازجة، تكون سائلة ماشي الكثيفة. دائما نقول لكم يعني لا كريم فريش ليكيد اللي تطلع، يعني اللي راح تعطينا شانتيي، واللي ماشي متوفرة عنده يقدر يعوضها بلا شانتيي اون بودغ، يضيف لها شوية تاع ما ويطلعهم مع بعض بهذا الشكل. انا خلاص هنا يعني خلطت هذيك الكريمه تاعي حتى تحصلت القوام اللي راني نحوس عليه، يعني قوام هكذا ما تخفقوهاش اكثر من اللازم، لانه في بعض عده اخوات يعني يغلطوا كي يكونوا يضربوا في لاكريم فريش ليكيد يضربوها اكثر من اللازم حتى تولي لهم يعني تجمد لهم بزاف من بعد ما يقدروش يخدموها. انا هنا من بعد ما لو جاتو تاعي طاب خليته برد مده 30 دقيقه في الليمول تاعو يعني في الصينيه، من بعد خرجته من الليمول وخليته برد تماما. من المهم انكم تخلوه يبرد هذوك 30 دقيقه في الليمول. علاش نخلوه يبرد مده 30 دقيقه في المول؟ حتى الكيك تاعنا ما ينشفش ويقعد موالو ويقعد مشمخ من الداخل. كيما قلت لكم نحيته من الفرن خليته ريح 30 دقيقه، من بعد نحيته من الصينيه وخليته برد تماما. من بعد ما برد لي حكمت يعني الطبقه الاولى من الكيكه حطيتها من تحت، درت طبقه لبست لها من الكريمه في الوسط وكملت بالطبقه الثانيه من الكيك. واخيرا حين نكملوا بواش قعدنا مع هذيك لا كريم فرماج ولا كريم تشيز اللي كنا خدمناها مع بعض. صدقوني وصفه رائعه خفيفه ماشي حلوه بزاف، بنينه مفيده. ويعني الاخوات اللي ما يفضلوش القرفه قلت لكم ما تقدروش تديروها، تقدروا تديروا القرنفل داخل، تقدروا تديروا يعني شويه نوع المسكات شويه جنجبر، نتوما واش حبيتوا، يعني نتوما نكوها بالطريقه اللي حبيتوها. انا خلاص هنا بعد ما يعني شبحت الكيكه تاعي بهذه الطريقه راح نكتفي يعني يعني ديكوراسيون سامبل. خديت هنا شويه من الجوز حمصته ويعني جلي كونكاسي هكذا يعني غروسيرمون، نشبح بيه هكذا صاير داير. يعني حاجه سهله، حاجه خفيفه، حاجه اقتصاديه، ما تاخدش منكم بزاف الوقت، تفرحوا بها اولادكم، يعني ما تكلفوش نفسكم. شبحوا انتو واش حبيتو، تحبوا ما تشبحوهاش، تحبوا تخلوها تخي سامبل انتو ما واش حبيتو. انا هنا تاني قدرت لها شويه من يعني لي فروي كونفي، هادو ما عباره عن يعني برتقال ولا ديزورانج يعني كونفي، باش يعطونا اللون هذاك يعني البرتقالي، وشويه من هاد الحبوب تاع عباد الشمس اللي كانوا محمصين. يعني هاوليك الكيك تاعي واجد قدامكم، كيكه ولا اروع، ما كاش اقتصاديه اكثر من هاد الكيكه، يعني بنتها رائعه كما قلت لكم، مفيده لاولادكم، يعني راح تعطوها لهم وانتم فرحانين، على بالكم راهم ياكلوا حاجه يعني مليحه لصحتهم. اي فوالا، يعني هاوليك لو كيك تاعي واجد. راح نقسم ان مورسو قدامكم باش تشوفوا يعني لا ديكوب انتيريور، تشوفوا بلي لو غاتو ما نشفش. ويعني ننصحكم انكم طيبوه لمده 35 دقيقه، من بعد حلوا الفوخ تاعكم يعني بلو كوردون، يعني بيكي لو سنتر، عاودوا نحوا لو كوردون. اذا شفتوا خرج ناشف خلاص ما ننصحكمش انكم طيبوا الكيك، يعني حتى كيك ما طيبوهش اكثر من اللازم والا راح ينشف لكم الداخل، واذا نشف راح يجي ناشف وما راحش يجيكم بنين. انا هاي لا ديكوب تاعي، نتمنى يا رب اني شاهدكم، يعني نتمنى تديروا القلب تجربوا هذه الوصفه، يعني من فضلكم اشتركوا في القناه، نحتاج دعمكم ونحتاج اقتراحاتكم. وانا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى الوصفه ان شاء الله، دعواتكم. شكرا.